بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا أمورنا وسائر أمور المسلمين، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الرضا. الرضا هو عدم الاعتراض، هو الموافقة، يعني عادي كل الناس عارفة الرضا. الرضا عدم الاعتراض او الموافقة. فلما تلاقي واحد غير معترض او موافق تسميه راضي. فاذا كنت غير معترض على احكام الله فانت راض. ان كنت موافق على ان لا اله الا الله وانه ربا لك وللعباد فأنت راض به ربا، وإذا كنت موافقا على الإسلام عقيدة فأنت راض بالإسلام عقيدة، وإن كنت غير معترضا على رسالة نبيك فأنت راض به رسولا، وهكذا. فالرضا هو عدم الاعتراض أو الموافقة. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا لما بيكتب في كتب الدين غير الرضا الذي يكتب في كتب الفقه في المعاملات. في كتب الفقه في المعاملات هي رضا الطرفين اللي هم ركني العقد في اي عقد من العقود، ان هو موافق على العقد، انه يصير ملزما بايجاب وقبول، وانه ينبني عليه على هذه الموافقة نفاذ العقد. فالرضا في العقود والمعاملات غير الرضا في كتب التصوف. الرضا في كتب التصوف المقصود به الرضا بالله وعن الله، والرضا برضا الله. ولذا فالرضا في كتب القوم على ثلاث مقامات: رضا بالله، ورضا عن الله، ورضا برضا الله. فهو ثلاث مقامات. الرضا بالله ربا، وهذا يستوي فيه كل المسلمين، لأنه ينبني عليه عدم الشرك بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم والعبادة، وأنه هو الأهل لذلك، فهذا يتفق فيه كل المسلمين. فالأول الرضا بالله، فلا يعبد غيره ولا يعظم غيره ولا يعتمد على غيره. ثم الرضا عن الله، أي عن قضاء الله وقدره، أي الرضا عن الله بما قدر وبما أمر في الأكوان من غير أمور الشرع، لأن في أمور في الشرع أمرها الله وقد يرد غيرها، فأمر بالإيمان وأراد الكفر، وأمر بالطاعة وأراد المعصية، لأن العاصي لا يعصي ربه إلا بقدرة الله وبإرادة الله. فأراد أن يكون في الأكوان المعصية ولكن لم يأمر بها. فرق بين الأمر والإرادة. ولذا الرضا بقضاء الله، أي الرضا بقضاء الله قلبا مع الإنكار عليه شرعا، لأنه مأمور به مراد من الله، مأمور بإنكار الكفر، ومراد من الله أن يكون هناك كفر حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يحق القول على الكافرين.
وحتى يظهر الله بجميع أسمائه وصفاته في الأكوان، فلو أطاعه الخلق أجمعين فمتى يظهر قهر الله ومتى يظهر عقاب الله؟ وإذا أطاعه الخلق أجمعين فمتى يظهر عفو الله لو لم يكن هناك معصية ثم بعد ذلك استغفار؟ ومتى يظهر حلم الله؟ فأراد أن يكون هناك معصية حتى تظهر حلم الله على عباده وشفقته بعباده ورأفته بعباده، فيظهر العباد الذين يعصون ويتمادون في المعصية، فإذا تابوا إلى الله تاب عليهم فيظهر أنه تواب رحيم. ولذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون في الأكوان كل ما تراه أنت في الأكوان، ثم طلب منك أن تتفاعل مع هذه الأكوان، إما بالرضا في الأمر الخارج عن إرادتك، أو بإنكار ما أمر بإنكاره، أو الأمر بما أمر بإيجاده، وهكذا. ثم الرضا برضا الله، أي الرضا برضا الله اختيارا، وهو اختيار الله لعباده ولك وأنت من العباد. فهناك الرضا بالله، وهذا يتفق في جميع المسلمين، ولكن يتفاوتون بعد ذلك في الرضا عن الله في القضاء والقدر، ثم بعد ذلك يتفاوتون في الرضا باختيار الله، أي قبل أن يعلم اختياره. فالمقام الثاني وهو الرضا عن الله مقام بعد وقوع القدر فهو يرضى، والمقام الثالث وهو خواص الخواص الرضا باختيار الله قبل وقوعه أصلا، وهذا مقام أعلى. فيتفاوت الناس في مقامات الرضا على 3 درجات: الرضا بالله ربا مطلوب في كل المسلمين، والرضا عن الله قضاء وقدرا وهذا مطلوب لأهل الإيمان، ثم بعد ذلك الرضا برضا الله اختيارا قبل معرفة قضائه وقدره وقوعا، وهذا يكون بالخروج من اختيارك إلى اختياره سبحانه وتعالى، وهذا مقام أهل الإحسان وهم خواص الخواص. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، جاءت في سورة البينة وفي سورة المجادلة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فرضي الله عنهم أولا بتوفيقه، فرضوا عنه بالإيمان به وأيضا بتوفيقه لهم، ثم باكتسابهم. فالرضا يكون جزء منه مكتسب وهو مطلوب من العبد إيمانا وإذعانا واختيارا، وجزء منه وهبي من الله، وهذا بتوفيق الله عز وجل. فبين رضي عنهم بالوهب ورضوا عنه بالكسب، فنسب الرضا إليهم بالاكتساب في رضوا عنه، وبين أنهم لا يرضوا عنه إلا برضاه عنهم أولا، أي بتوفيقهم إياهم أولا وهبا له. فبين أن الرضا له وجهان: وجه وهبي أي بمحض المنة من الله، ثم بعد ذلك وجه آخر كسبي يمتاز فيه العباد ويتفاوتون في درجات الإيمان به في قوله ورضوا عنه، فهم يتفاوتون. رضوا عنه ولم يقل رضوا به، رضوا عنه أي رضوا عنه قضاء وقدرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من مقتضيات الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. يقول بالإسناد المتصل: أخبرنا علي بن أحمد الأهوزي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا الكريمي قال: حدثنا يعقوب بن إسماعيل السلال قال: حدثنا أبو عاصم العباداني عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أهل الجنة في مجلس لهم، لأن في الجنة مجالس يجلس فيها المؤمنون فيما بينهم، ومجالس يجلس فيها المؤمنون فيما بينهم وبين الأنبياء، ومجالس يجلس فيها المؤمنون فيما بينهم وبين العلماء والأولياء، وهكذا، لأن الإنسان يأنس بالناس، وما سمي إنسانا إلا لأنسه بالناس.
فبين أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم. الله سبحانه وتعالى لا في جهة، ولكن قد يتجلى في جهة دون جهة. فالله سبحانه وتعالى بذاته لا في جهة، ولكن الجهة هي جهة التجليات، ليست جهة الذات بل جهة التجليات. فقد يتجلى في جهة من الجهات، لأنك أنت يا إنسان إنسان جسم، والجسم يتعامل بالجهات. فإذا أراد الله له أن يتجلى لأجسام تجلى لهم في جهة من الجهات، أي أظهر لهم فضله عليهم من جهة من الجهات. أدي معنى تجلى لهم، لا ذاتا فالذات منزهة عن الجهات، بل إكراما سبحانه وتعالى، تجلي إكرام. إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم، أي تجلى عليهم. فقال يا أهل الجنة سلوني، ناداهم، ناداهم إما بمناد بحرف وصوت أي بملك، أو بكلامه القديم الذي يسمعونه بلا صوت ولا حرف، لأن الصوت والحرف يحتاج إلى مساحة مكان وزمان، فالصوت له سرعات والسرعة لها علاقة بالزمن والمسافة، والله منزه عن الزمن والمسافة، فلا بد أن يكون الله كلامه منزه عن الصوت الذي هو يحتاج إلى المسافة والزمان. ولكن الله يتكلم، متكلم سبحانه وتعالى من صفاته، فالقرآن كلام الله. فإذا تكلم الله بذاته بصفته القديمة فلا صوت ولا حرف، وإذا تكلمهم الله بالواسطة فقد يكلمهم بالصوت والحرف عن طريق ملك من الملائكة. ولذا القرآن كلام الله، والنبي القرآن قول النبي، إنه لقول رسول كريم، فرق بين القول والكلام، إنه لقول رسول كريم. فكلام الله ترجمه إلى قول، إلى ألفاظ، صارت بعد ذلك تقال، فالألفاظ ذاتها محدثة، ولكن الكلام قديم. وفرق بين كلام الله وبين قول النبي وقول الرسول وقول سيدنا جبريل، فرق كبير بين الكلام والقول. فالقول منسوب إليك أنت، والكلام منسوب إلى الله عز وجل، والقول يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان، ولكن الكلام قد لا يحتاج إلى زمان وقد لا يحتاج إلى مكان، كالكلام النفسي عندك، فأنت تستطيع أن تتكلم في داخلك بلا صوت ولا حرف، يسموه الكلام النفسي. فليس كل كلام يحتاج إلى أقوال، ولكن كل قول يحتاج إلى زمان ومكان. ولذا لم يقل قول الله، بل قال إنه لقول رسول كريم. أيوة اتفضل. ايه الشبهة؟ لا ابدا، كلام الله اوحاه الله الى نبيه فترجمه اقوال بالله برضه، هو اللي ترجمه له. ايوة، لا مش القول، الكلام هو اللي ازل، لكن القول نفسه لصفة متعلقة بالمخلوق، القول نفسه لصفة متعلقة بالمخلوق، احتاجت إلى نبرة، واحتاجت إلى جارحة، واحتاجت إلى حنجرة وشفتين ولسان ومخارج حروف وزمان ومكان، فمحتاجة لكل هذا. وكلام الله لا يحتاج لمثل هذا أصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وقيده بهذه القيود وأراد أن يكلمه فكلمه من خلال ألفاظ يستطيع الإنسان أن يدركها من خلال هذه الجوارح التي، لكن هذه الجوارح ليست موجودة في الله ليكون متكلما، لأنه لا يفتقر لهذه الجوارح فقط. وعلى شك كده خلاف هل القرآن مخلوق أم قديم، هي بوجهة النظر. إذا تكلمت على القرآن المتلو بلسان الناس فهو مخلوق، لأنه منسوب إليك، مش أنت اللي بتتلو القرآن؟
واخد بالك؟ مش انت اللي بتتلوه دلوقتي وانت مخلوق؟ يبقى الكلام اللي طالع منك فعلك ده ايه؟ مخلوق. فاذا كان القول ده فتلاوتك للقران مخلوقه، تلاوتك نفسها للقران مخلوقه، اما القران كصفه لله فهو قديم. طبعا 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 مختاره من الله عز وجل، لكن التعبير عنها بهذه الحروف هو ده المخلوق، التعبير عنها بهذه الحروف، فالحروف نفسها مخلوقة. ولذا فقال يا أهل الجنة سلوني. يبقى لما تسمع مثل هذه الأحاديث تفهم إن الله سبحانه وتعالى إما ناداهم بكلامه القديم لا بصوت ولا حرف، أو ناداهم بصوت وحرف عن طريق ملك مخلوق مثلهم فيكلمهم بما يستطيعون أن يفهمونه منه. فتحتمل هذا وتحتمل هذا، والاثنين يعني الله على كل شيء قدير، قادر أن يسمعهم كلامه سبحانه وتعالى، وقادر أيضا أن يكلف ملك فيكلمهم فيسمعهم مراد الله منه. فقالوا نسألك الرضا عنا، نسألك الرضا عنا. أهل الجنة طلبوا من الله الرضا عنهم، اللهم اجعلنا منهم. قال تعالى رضاي قد أحلكم داري. ده لا يعني لولا رضاي عنكم ما كنتوش دخلتم داري، انتوا الوقت في دار رضاي. رضاي عنكم قد أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، وأنا لكم كرامتي هذا أوانها. يعني رضاي دليل أنكم في هذه الدار، لكن لسه كرامتي بقى اللي هو ما فوق الرضا اللي هو الإكرام، هذا أوانها فاسألوني. قالوا نسألك الزيادة، بدون ما يحددوها بقى، تركوا الأمر لله لأنهم خرجوا من اختيارهم إلى اختياري، هم مش عارفين يختاروا إيه، عندهم كل ما يشتهون. فقالوا نسألك الزيادة لأنهم خرجوا من اختيارهم إلى اختيار مولاهم. قالوا فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر، ركائب يعني، أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر. فجاءوا عليها، نجائب يعني وسائل مواصلات تنقلهم إلى حيث المكان الذي يريد أن يكرمهم الله فيه فوق دار كرامته وهي دار رضاه. فجاءوا عليها أي انتقلوا بها إلى مكان آخر، تضع حوافرها عند منتهى طرفها، يعني بتسير بسرعة شديدة. فيأمر الله سبحانه بأشجار عليها الثمار، وتجيء جوار من الحور العين، وهن يقولن نحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم مؤمنين كرام. ويأمر الله سبحانه بكسبان من مسك أبيض أذفر، كسبان يعني تلال، من المسك أبيض لونه أبيض، وأذفر يعني إيه؟ نافذ الرائحة. فالأذفر هو الشيء نافذ الرائحة، سواء كان طيب الرائحة أو كان كريه الرائحة يسموه أذفر، لكن طالما هنا نسب إلى المسك يبقى طيب الرائحة. فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن، وهي قصبة الجنة. قصبة الجنة يعني أفضل موقع في الجنة، يعني زي ما تقول ميدان كبار الزوار في مكان ما، ربنا أعد هناك بقى جنة عدن دي لكبار الزوار، في محل إكرام أهل الكرم. فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم، فيقول الله مرحبا بالصادقين مرحبا بالطائعين. قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل، فيكشف لهم الحجاب يعني عنهم، يبقى لهم هنا بمعنى عنهم، لأن الحجاب على الإنسان على المخلوق مش على الخالق، مش كده برضو؟ الله لا يحجبه شيء، ولكن المحجوب هو المخلوق، لأن الله إذا حجبه حاجب لكان له قاهر، والله قاهر فوق عباده. فيبقى لابد أنك تفهم فيكشف عنهم الحجاب. طب ولما قال لهم؟ أي عنهم لأجلهم، لأجل إكرامهم. فجاب اللام هنا يسموه معنى متضمن، لما يستعمل حرف غير الحرف المطلوب يبقى ليها معنى اسمه تضمن، يعني بيتضمن لك معنى جديد
لو قال يكشف عنهم الحجاب، طب ما عنهم قد يكشف عن اي واحد الحجاب، لكن يكشف لهم الحجاب اي يكشف عنهم الحجاب لاجل اكرامهم، فجاب اللام هنا عشان يبين لاجل اكرامهم، يسموه معنى تضمني اختصارا، وده يفهمها لغه العرب. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لسيدنا عتبان بن مالك اين تريد ان اصلي لك، هو النبي بيصلي لي ولا لله؟ بيصلي لي، وحديث البخاري كده اين تريد ان اصلي لك، فهو معنى متضمن اي اصلي لله من اجل اكرامك، فهو اراد ان يصلي له في المكان اللي هيتخذه مصلى علشان يحصل البركة النبي في هذا المكان فيصلي فيه، فقال اين تريد ان اصلي لك اي لاجل اكرامك، اصلي لله لاجل اكرامك بموضع سجودي، يبقى يدخل فيه المعنى التضمني. عشان كده ايه الحروف، الحروف لما بتنوب بعضها عن بعض فبتنوب عنها لاجل معاني تضمنية، يعني علشان كده لما يقول لك مثلا ايه وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، ده سيدنا شعيب يعني كان في ملة الكفر، يعني عمر الانبياء معصومين من الكفر قبل البعثة وبعدها، فلكن شوف اقول وما ويكون لنا ان نعود فيها، شوف ما قالش نعود اليها، لو قال نعود اليها يبقى كان فيها ورجع لها، لكن ان نعود فيها اي ندخل فيها حيث اننا لم نكن فيها من الاصل، فلما قال نعود فيها ادالك معنى تضمني، فهمت منه ان لم يكن فيها من الاصل، فهمت ازاي؟ خير لما يقول لك نعود اليها، لان في ناس فهمت الايه خطا فقالوا ان الانبياء غير معصومين قبل البعثه بدليل نعود فيها، لا ده هو يبقى ده مش فاهم العربي بقى، يبقى ده كان حقه يحضر الاول محاضرات في اللغه العربيه وفي البيان علشان يعرف المعاني التضمنيه، علشان يفهم ان الانبياء معصومون وان هذه الايه لا تدل على عدم عصمتهم بل تدل على عصمتهم، يعني على خلاف ما استعان بها في دليله. وعلشان كده هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول فيكشف لهم الحجاب اي يكشف عنهم الحجاب لاجل اكرامه، فجاب لهم علشان كده، فهمت بقى المساله؟ لكن لا تظنوا ان الحجاب على الله، الحجاب على المخلوق. فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحمن، وكل واحد يرى الله سبحانه وتعالى على قدر عمله ومقامه، فما يراه النبي غير الذي يراه غير النبي، ولما يراه الولي غير ما يراه عامة المؤمنين، وما يراه عامة المؤمنين غير ما يراه عامة المسلمين، وكل يتفاوت لأن التجليات لا تنتهي، فالكل كل يتفاوت وكل يرى على قدر إيمانه وعلى قدر احتماله، بل كلما أقبلوا إليه في كل وقت آخر في الجنة حيث لا نهاية للأوقات فيها، كل تجل بتجل جديد وكل رؤية برؤية جديدة، لا تكرار فلا ملل، بل كل مرة بتجل أعلى من الأول، كل تجل تجل أعلى من الأول، كل واحد له تجلي يزداد على حسب مقامه وعلى حسب قدره، فمقامات التجليات لا منتهى لها عند الله عز وجل. فلا تظن أن الذي تراه في هذا المقام هو الذي ترى في المقام الذي بعده، ثم حتى لا تشعر بالملل، علم أنك ملول فرفع عنك الحجب بتجليات لا تنتهي حتى تصير في كمال الشوق إليه فلا تشبع أبدا، وكل يتجلى الله عليه على قدر حاله وعلى قدر إيمانه وعلى قدر معرفته بربه، حتى لا يبصر بعضهم بعضا. لا شك إذا رفعت الحجب عنهم فتجلى الله، فإذا تجلى الله غاب كل ما سواه، فأول ما يحصل هذا التجلي الكل لا يرى إلا الله، فلا يبصر بعضهم بعضا في هذه اللحظة لكمال انشغالهم بمولاه. ثم يقول ارجعوا إلى القصور، فيرجعهم إلى حالهم الأولاني اللي هو حال التمتع بالزخارف بعدما كان في حال كمال الفناء في الله تجليا عليهم، يرجعوا بعد ذلك إلى حالهم الأول، ارجعوا إلى القصور بالتحف بالهدايا يعني،
قال فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا، يرجعوا تاني إلى مقام الفرق بعدما كانوا في مقام جمع الجمع. يبقى حدث لهم مقام جمع الجمع فلم يروا إلا الواحد، ثم بعد ذلك عادوا إلى مقام الفرق فعادوا إلى القصور مرة أخرى. قال فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. نزلا أي إكراما، فده نوع من إكرام الله عز وجل لعباده في الجنة برضاه عنهم، فهم دخلوا الجنة برضاه ثم بعد ذلك إذا رضي أكرمهم. وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا، يعني علماء العراق وعلماء خراسان اختلفوا في الرضا في تعريفه، هل هو من الأحوال أو من المقامات؟ الأحوال وهبية والمقامات كسبية، مش كده؟ احنا اتكلمنا عليها قبل كده زمان. الأحوال يغلب فيها الوهم من الله وهي لا تدوم، سموها أحوال لأنها لا تدوم متقلبة، لكن المقامات يغلب فيها الكسب والاجتهاد من العبد والسلوك. فهل الرضا مقام يعني له وجهة كسب، ولا هو حال يعني له وجهة وهم من الله؟ فأهل خراسان قالوا الرضا من جملة المقامات يعني كسبي، وهو نهاية التوكل، لأنك أنت لما تتوكل على الله وترضى يعني وتسلم أمرك له معناه أنك أنت ترضى به مدبرا وترضى عنه مقدرا، فهو نهاية التوكل، ومعناه أنه يتولى، أنه يؤول إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه. يبقى ما قالوا أن الرضا من المقامات يبقى قالوا فيها اكتساب، فيها جانب اكتسابي من العبد، يعني يحتاج أنه يجتهد عشان يوصل له، دي معنى الاكتساب. وأما العراقيون أيوه على فكرة كل واحد يقول كل حاجة هنا هتلاقيها صح. ليه؟ لأنه كل واحد بيتكلم على حسب شربه، يعني في ناس توصل لمقام الرضا بعد الصبر، وفي ناس ما تعديش على الصبر أصلا لأنه بدايته رضا. فاللي اتكلم على أن الرضا نهاية الصبر مر على مقام الصبر، وفي ناس أهل جذب ربنا يوفر لهم بعض المقامات، فيبقى كل واحد يتكلم هتلاقيه صح، كل بيصف حاله. فاللي ما مرش على مقام الصبر بدأ بالرضا فمش هتكلم على الصبر لانه ما عاشوش. فهمت ازاي؟ بس لو ما كنتش قادر ترضى بالقضاء فعلى الاقل اصبر، يبقى الصبر اقل، مش كده برضو؟ ولكن الصبر اقل ولكنه اشد عن النفس، فاذا ماتت النفس صارت في الرضا، فلان ملهاش بقى ايه، ملهاش شهوه، ملهاش اختيار، فاذا دخلت في الرضا ذاقت حلاوته، فيبقى السم في الدسم، فاذا ذاق حلاوه المقام حجب بالمقام عن المقيم، فيبقى كل حاجه ليها يعني مشكلتها، كل حاجه سلاح ذو حدين. فهمت المساله؟ فالصبر له حلاوه وله مراره، حلاوته انه مخالف لما عليه النفس فيقتلها، وده مطلوب اللي هي الشهوة النفس، وده ده حلاوته، ومررته أنه صعب على النفس، ولكن الرضا حلاوته أنه مقامه أعلى، لكن مررته أنه قد يحجب الإنسان عن المقيم عن ربه بلذة الرضا. فهمت المسألة بقى؟ فكل حاجة ليها كده وكده، فنسأل الله السلامة ألا يحجبنا عنه بشيء سبحانه. يبقى أهل خراسان قالوا أن الرضا من جملة المقامات يبقى ليها جهة كسبية، وأما العراقيون فإنهم قالوا الرضا من جملة الأحوال يعني وهبي من الله يعني بتوفيق الله، وليس ذلك كسبا للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال، يعني حاجة كده تطب عليك كده من عند ربك. ويمكن الجمع بين اللسانين،
الاستاذ عبد الكريم القشيري بقى بيقول لك ان يمكن ما تلاقيش ان فيها خلاف، يمكن الجمع بين اللسانين، بين لسان اهل العراق وبين لسان اهل خراسان، فيقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات، ونهايته من جملة الاحوال فليست بمكتسبة. يعني بدايته مكتسبة انك انت تحاول انك ترضى، فلما تحاول انك ترضى ربنا يوفقك فيقيمك في ايه؟ في الرضا، فينقلك الى حال الرضا. يبقى هي البداية اكتساب منك اختيارا باختيار الله لك، ثم بعد ذلك يوفقك سبحانه وتعالى الى ان تستشعر هذا المقام وترتقي فيه. يبقى فيها جانب كسبي وجانب وهبي. وقد يبدأ الانسان بالكسب فيكون من اهل السلوك، وقد يبدأ الانسان بالوهب فيكون من اهل الجذب. وعشان كده الاولياء بعضهم من اهل الجذب فلا سلوك له اصلا، فيبدأ بايه؟ بحال الرضا، لانه جذب اليه بغير سلوك. وقد يكون سالك، يعني بدأ بالكسب اولا ثم بعد ذلك اجتمع عليه الجذب بعد ذلك، وده مقام معظم الشاذلية، اجتمع فيهم السلوك والجذب. ولكن بعض الاولياء بعضهم يغلب عليه الجذب فيبدأ جذبا، وبعضهم يغلب عليه السلوك فيغلب عليه الاكتساب. والله يجتبي إليه من يشاء، اللي هو الجذب، يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، اللي هو أهل إيه؟ السلوك، اللي هم أهل الإرادة أهل الاكتساب. يبقى يجتبي وهب وينيب كسب، مش كده برضو؟ فهي الحكاية كده، أن تحتمل دي وتحتمل دي، كلهم على حسب شربه. وفي ناس بيجتمعوا فيهم الاثنين، يكتسب ويوفقه فيديله فوق كسبه. يعني تلاقي بتبذل مجهود لكن ربنا ما يديكش قد مجهودك، يديك فوق مجهودك بكتير. حتى انت ساعات في اهل الدنيا في الارزاق تلاقي واحد يشتغل طول النهار ويتعب مجهود كبير وياخد له 20 جنيه ومية، ويشيل فواعلي طالع نازل وعامل ياخد له 20 جنيه. واحد تاني قاعد في مكتب مكيف وقاعد يشرب الشاي وقهوة وآخر شياكة، ويمضي الإمضة الواحدة ياخد له فيها 1,000,000 جنيه وهو قاعد كده في الحلاوة، مش كده برضو؟ يبقى ده أهل اجتباء والتاني أهل سلوك. حتى في الرزق، حتى في الأرزاق المادية كذلك الأرزاق المعنوية نفس الحكاية. وربنا جعل لك المادة والحس نموذج مصغر لما في المعنى، والمعنى أعم وأقوى، لكن المقصد انك انت ترضى. اقامك في السلوك يبقى خليك في السلوك واجتهد، واقامك في الجذب فلا تنشغل بما جذبك اليه عنه، فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم، ولكل مقام مقال. وتكلم الناس في الرضا فكل عبر عن حاله وشربه، زي ما ايه بقى قلنا ان كل واحد بيعبر عن حاله وشربه. فاللي غلب عليه الجذب تكلم انه وهبي، واللي غلب عليه السلوك تكلم انه كسبي، واللي عنده الاثنين قال يمكن الجمع بينهم، مش كده برضو؟ وهكذا. فهم في العبارة عنه مختلفون، يعني في التعبير عنه مختلفون، لان كل واحد حسب تذوقه، كما انهم في الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون. وكل واحد برضو متفاوت، لانه ايه؟ يوسع على من شاء في الارزاق المعنوية في المقامات ايضا سيف الحس، ويضيق على من يشاء. منهم من قدر عليه رزق، وفي منهم بقى ايه؟ يعني نسارع لهم في الخيرات. فاما شرط العلم، والذي هو لابد منه، يعني بحد العلم بقى علشان تعلم ده راضي ولا مش راضي، يعني ده في المقام ولا مش في المقام، حد العلم به بس، مش حد الذوق، لا ده حد العلم بس. حد العلم الذي هو لابد منه، فالراضي بالله تعالى هو الذي لا يعترض على تقديره. يبقى اول الرضا عدم الاعتراض، وده عند العوام كده، فهمت ازاي؟ اما تيجي تعرض حاجة على واحد وبعدين يطوعك ويمشي معاك ما اعترضش، تقول عليه ده راضي. انما اول ما اعترض تقول له انت مش راضي ليه؟ انت امتى هترضى بقى يا اخي؟ مش كده برضو؟ يبقى اول الرضا حد علمه هو عدم الاعتراض، عدم الاعتراض. مش كل حاجة مزرجن، كل ما يجي قضاء قاعد يفرفر ونهويله، معلش وربنا يصبرك وشد حيلك، لانه ده قاعد كل شويه معترض، مش عاجبه، كل حاجه مش عاجباه، مش مستحمله، لا مستحمل العربيه فردة الكاوتش ينام منه، ولا مستحمل اشاره المرور تتعطل،
ولا مستحمل ان هو يتكعبل ويتكفي على وشه ورجله تتكسر، ولا مستحمل انه يروح شغله متأخر، ولا راضي عن شغله اصلا، ولا مبسوط بزمايله، ولا هو مبسوط بزمانه ولا بمكانه، ولا مبسوط حتى باللبس اللي لابسه. ايه الشراميط اللي احنا لابسينها دي؟ ايه الاكل اللي احنا يعني مش مبسوط حاجه خالص. فده مزرجن، مزرجن في كل حاجه كده. وفي الاخر يقول لك الله اكبر الحمد لله رب العالمين. فين بقى الحمد لله؟ فين ده؟ انت بتقولها بلسانك بس، ده انت طول النهار قاعد معترض، ده انت طول النهار مزرجن. فده توديه يتشحم، توديه يتزيت، توديه لحد بس مايلين كده مع الله. فهمت ازاي؟ الاعتراض، ما احنا لسه قايلين في المقدمة ان الانسان في امور ارادها الله في الاكوان وامر بخلافها. فالامور التي ارادها الله في الاكوان وامر بخلافها فانت تعترض عليها بلسانك وترضى بها بقلبك نظرا لحكمة مولاك. كويس؟ فالله سبحانه وتعالى اراد ان يكون هناك كفر، واراد ان يكون هناك معصية، فتنظر للعاصي، تشفق عليه بقلبك وتأمره وتنهى بلسانك، ولكن تشفق عليه بقلبك. وعشان كده الرسول كانت نظرته كده للناس، حتى مع الكفار. الكفار يأذوا النبي يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، لأنه ناظر لإرادة الله في الأكوان. أراد أن يكون هنا ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود، ولكن في نفس الوقت أمرك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى لكن في الأمور التي هي خارج عن الشرع، زي قدر على فلان المرض، وقدر على فلان الفقر، وقدر على فلان مثلا ضيق الرزق، وقدر عليه مثلا الغباء، وقدر عليه ده الذكاء، وقدر عليه ده النسب العالي، وقدر عليه ده مثلا العلم الواسع، وقدر عليه العلم الضيق. كل دي بقى امور مقدرة، انت بقى ترضى بقضاء الله فيك وفي غيرك من الناس. قدر ان ده يبقى يتيم، وده يبقى لطيم، وده يبقى ليه اب، وده يبقى ليه اب بخيل، وده يبقى اب كريم، وده شغلانه بقى سبحانه وتعالى يعني يوزع كيف شاء. فانت بقى تسلم الامر لله. لكن تيجي للاب البخيل تقول له ما تبخلش على اهل على اولادك، وتيجي للابن تقول له اصبر على بخل ابوك. فهمت المساله؟ وهكذا. لكن في الاخر تلاقي نفسك برضو راضي ومبسوط. ادي المساله. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. مش معنى الرضا إنك أنت ما تستشعرش بالألم. ليه؟ لأن أنت مش جبلة يعني. لا، ده أنت ممكن تستشعر بالألم وتحزن وتزعل وكل حاجة، لكن السخط والضجر اللي في القلب هو ده اللي ضد الرضا. لكن الشعور بالألم، ألم البلاء أو حسرة الفراق، ليس معناها عدم الرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بكى لما مات سيدنا إبراهيم ابنه وهو طفل عنده 17 شهر. فلما بكى افتكروا الصحابة أن البكاء ده علامة عدم الرضا، فقال العين تحزن، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله. انت ممكن تسأل الله بلسانك حدوث امر في المستقبل، ولا تتمنى بقلبك تغيير ما انت فيه، لان الرضا معناه عدم ارادة تغيير ما اقامك فيه، والسؤال معناه ارادة ان تكون في المستقبل في امر جديد. فالسؤال ليس معناه ضد الرضا، لأن السؤال متعلق بالمستقبل والرضا متعلق بالحال. فرق كبير. يعني ممكن ربنا يمرض واحد يقول يا رب عافيني، وهو راضي بالمرض، راضي بما أقامه فيه الآن، لكن يتمنى في الاستقبال إن ربنا يعافيه. ده ما يناقضش رضاه أبدا. فهمت المسألة؟ لأن السؤال معناه طلب في المستقبل، والرضا معناه الموافقة في الحال. فتعلق السؤال غير تعلق الرضا. تعلق الرضا بالحال وهو ما أقامك فيه، وتعلق السؤال والطلب في المستقبل. فما فيش تناقض يا جماعة، فيش تناقض. فهمت ازاي؟
وعشان كده النبي كان يدعو الله ويقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولكن عافيتك اوسع لي، مش كده برضو؟ ولا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه. كل ده من باب ايه؟ تمني الاستقبال، ولكن مع كمال رضاه بما اقام الله فيه. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي حيثما اقمتني. يبقى النبي بيتكلم على الرضا حيث اقامه، ثم بعد ذلك السؤال حيث طلب منه التذلل والعباده، فالسؤال محله الاستقبال تذللا وعباده فهو مطلوب، والرضا محله الاقامه. فالحكايه ما فيش تناقض، انت لو حليت الاشكال والتعلقات تلاقي الحكايه سهله. ليس الرضا الا تحس بالبلاء، انما الرضا الا تعترض على الحكم والقضاء. هدي لك مثال حسي. الراجل العامل اللي قاعد يشتغل طول النهار في الحر ده، مش كان احسن له يقعد في التكييف ويبقى نظيف كده ومش بتاع؟ لكن ايه اللي مخليه راضي يشتغل في الحر ده؟ ايه اللي مخليه كده؟ انه عارف انه شغله ده ومجهوده ده هينبني عليه ساعه في الرزق، هينبني هيقبض في اخر اليوم. لكن لو قعد في التكييف مش هيقبض حاجه، يقوم يروح قلع الهدوم النظيفه ولابس الهدوم بتاع الشغل ويشتغل طول النهار ويرهق نفسه ويبقى بيجهد جوارحه، لكن بقلبه راضي عن هذا بالرغم ان هو منهك وشاعر بالالم، لكنه شاعر بالالم في جوارحه لكن بقلبه راضي. ليه؟ لانه منتظر الثواب والاجر. فهمت بقى المعنى؟ فانت ممكن الانسان يستشعر البلاء، الم البلاء، مع كمال رضا القلب به. ليه؟ لانه منتظر الاجر من الله. فهمت بقى المثال؟ مثال حسي. كل الناس، بس احنا اصلنا لازم نعرفها بالدنيا، عشان كده ربنا لما خلق لك الدنيا خلقها بهذه الصوره عشان يحول لك المعاني الى محسوسات. لان انت لما خلق الجسم، خلق الجسم فما تعرفش تحس بحاجه الا بالجسم، اي حاجه ليها جسم تحسها. فهمت ازاي؟ فتعامل معك وحول المعاني الى اجسام، فعايز يشعرك رحمته يقوم يخلق لك الام. شوف الام فيها رحمه قد ايه، تقوم تستشعر اللي خلق الام دي واداها الرحمه دي، يبقى هو رحمته ايه بقى؟ فاراد ان يخلق لك رحمه جسم فخلق لك الام، واراد ان يبين لك ان رحمته شملت العالمين فخلق لك رسول الله فجعله رمز للرحمه للعالمين، رمز جسم. فهمت ازاي؟ لكن علشان من خلال هذا الجسم تستشعر المعنى الاقوى العالي. فهي دي المساله. وعلشان كده ليس الرضا الا تحس بالبلاء، انما الرضا الا تعترض على الحكم والقضاء. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اني مسني الضر لما سيدنا ايوب قال مسني الضر في جوارحه، في جوارحي لكن في قلبي، يعني انا استشعر انك ارحم الراحمين مع اقامتك اياي في الضر. ادي معنى وانت ارحم الراحمين، لكمال رضاه. اني مسني الضر اي في بدني وانت ارحم الراحمين، بكمال رضاي عن قضائك فرحمتني فجعلتني غير ساخط ولا متضجر. فهمت المساله؟ ليه؟ لكمال علمه بالله فاستشعر الاجر والثواب على ما اقامه من البلاء فصغر عنده البلاء، بل احيانا يصل الى مرحله يستعذب العذاب. وعشان كده المصريين زي ما قلت لك قالوا لك ايه، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، يعني بيستعذب العذاب. ليه؟ لانه شايفه من الحبيب، طالما شايفه من الحبيب يستعذب العذاب. فهمت المساله؟ واعلم ان الواجب على العبد ان يرضى بالقضاء الذي امر بالرضا به، اللي هو بالامور الخارجه عن ارادتك. ليه خلق دول فقراء؟ ليه خلق دول عجزه؟ ليه خلق دول عميان؟ ليه خلق دول مشلولين؟ خلق دول مقهورين؟ ليه خلق دول منصورين؟ ليه؟ دي امور بقى انت، ده ترتيب ربك بقى، ولا انت هتعدل للاكوان؟ الاكوان هي اللي معدوله، ده انت اللي مش معدول. لما تشوف الاكوان مقلوبه ده انت اللي مقلوب. فهمت ازاي؟ العيب فيك انت، ده انت بقى اللي تشقلب نفسك عشان تشوفها صح. ده انت الظاهر بتشوفها وانت رجليك فوق ودماغك تحت، فانت مش شايفها مقلوبه،
لكن هي في الحقيقة معدولة. يبقى أنت مأمور بالرضا بالأمور التي لا يد لك فيها، لكن مأمور بعدم الرضا عن إقامة نفسك فيما يغضب الله، فتغير حالك من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، مش كده برضو؟ ومن ارتكاب المنهي إلى المصارعة بالإقلاع عنه. يبقى أنت في أمور أنت مأمور أنك أنت تخرج عنها ولا ترضاها، إن تكفروا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، يبقى مأمور أنك أنت لا ترضى الكفر خلاص، مش أقاموا في الكفر يقول ما خلاص ما ربنا أقامت أنا موافق بقى يلا الحمد لله أنا راضي، لا، فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يبقى تفر من الكفر إلى الشكر. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده بيقول ايه، واعلم ان الواجب على العبد ان يرضى بالقضاء الذي امر بالرضا به، اذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد او يجب عليه الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. يعني انت بتشوف المسلمين مقهورين هتبقى يعني فرحان؟ يعني مطلوب تفرح؟ يعني لا، تحزن وتزعل تقول يا رب ارفع الغم عن المسلمين، لكن في نفس الوقت بقلبك تعرف ان المحن دي ربنا يريد ان هو يخرج من وسط المسلمين البعد عنه عشان بيبتليهم علشان يلجأوا اليه. يبقى البلاء ده اصلا للجوء الى الله، لانه لو نصرهم وهم مبتعدون عن الله لكانوا في غيهم يعمهون، ولكن الله سبحانه وتعالى لكرامة هذه الامة عليه لما بعدت عنه ساقها اليه بصوت المحن، ساقها اليه ولم يسقها عنه. فهمت ازاي؟ فتبقى تلاقي نفسك بقلبك شايف ان محنة المسلمين دي لابد ان يأتي من بعدها الفرج، فيبقى عندك امل في الله، وفي نفس الوقت تدعو ان ربنا يرفع المحنة، يبقى انت راضي في اقامك الله، والدعاء متعلق بالمستقبل. فهمت بقى المسألة؟ شايف الحكمة فيما اقامك فيه ودعائك متعلق بالمستقبل، فلا تناقض. فهمت المسألة بقى؟ وقال المشايخ: الرضا باب الله الأعظم، يعنون أن من أكرم بالرضا فقد لقي بالترحيب الأوفى وأكرم بالتقريب الأعلى، لأن الرضا مقامه أعلى من العفو. قد يعفو الله عن العبد دون أن يرضى عنه، لأن العفو هو تجنب العذاب، أما الرضا فهو استوجاب الإكرام، مش كده برضو؟ يبقى العفو مقام أقل من الرضا. لما تبقى انت راضي عن واحد تكرمه، لكن لما تعفو عن واحد ما تأذيهوش، لكن مش شرط تكرمه بقى، ممكن تخليه قاعد بره على الباب ولا تقدم له حتى حاجه ياكلها ولا تدي له حتى كوبايه ميه، لكن مش هتضربه ولا هتبعت له الكلب الحراسه يقعد يهوهو فيه ويخضه، ولا تبعت له الخادم يخليه يخرج عن الباب ويمشي بره، لا يسيبه، يبقى انت عافيت عنه. لكن الاكرام انك تفتح له الباب وتقعده في قاعة كبار الزوار وتجيب له الخدم والحشم يخدموا عليه، يبقى ده مقام الرضا مقام اكرام. فهمت ازاي؟ لكن مقام العفو مقام تجنب العذاب بس. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: اخبرنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا العباس بن حمزة قال حدثنا ابن ابي الحوار قال قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم، يعني ممكن تقول عليه باب كبار الزوار، خواص الخواص، ده الرضا. وجنة الدنيا، جنة الدنيا سعادة الدنيا، سعادة الدنيا مش ربنا الرسول بيقول إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، مش كده برضو؟ وجعل الشقاوة في السخط والضجر. يبقى الشقاء في الدنيا اللي هو نار الدنيا قبل نار الآخرة في السخط والضجر، وجنة الدنيا اللي هي قبل جنة الآخرة في الرضا واليقين. أدي معنى وجنة الدنيا. واعلم أن العبد لا يكاد يرضى عن الحق سبحانه إلا بعد أن يرضى عنه الحق سبحانه، لأن الله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن الله بحكمه الأزلي قبض قبضة لأهل الجنة وقبض لأهل النار، فهذه القبضة كونك أنت بقيت منهم فده رضي الله عنهم الأول، فلما أوجدك بعد ذلك وأظهرك
فظهر منك الرضا كسبا فرضيت عنه. فهمت ازاي؟ يبقى رضي عنهم اولا بتوفيقه لهم بان جعلهم من اهل الجنه اولا بالتوفيق الاولي المبدئي، ثم بعد ذلك ورضوا عنه اكتسابا وكسبا وايمانا وتصديقا وسلوكا واراده. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول قال تلميذ لاستاذه هل يعرف العبد ان الله تعالى راض عنه؟ التلميذ بيسال الاستاذ فقال لا. الاستاذ قال له لا، كيف يعلم ذلك ورضاه غيب؟ فقال التلميذ بل يعلم ذلك. فقال كيف؟ صار الاستاذ تلميذ. فقال اذا وجدت قلبي راضيا عن الله تعالى علمت انه راض عن، لان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فانا اذا رضيت عن الله يبقى راضي عني اولا. مش كده برضه؟ فهمها كده التلميذ وفهم جميل. فقال الاستاذ احسنت يا غلام، وده يبين لك ان الله يؤتي الحكمة من يشاء. وقيل قال موسى عليه السلام الهي دلني على عمل اذا عملته رضيت به عني، فقال انك لا تطيق ذلك، مش هتستحمل. سيدنا موسى، امال احنا نعمل ايه؟ يبقى المسألة عايزة توفيق من الله بقى. يعني لا تطيق ذلك ان وكلتك لنفسك، ولكن ان وفقتك تطيق بتوفيق، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى عليه السلام ساجدا له متضرعا، يعني إيه؟ بيلح في السؤال. فأوحى الله تعالى إلي يا ابن عمران إن رضاي في رضاك بقضائي، لو أنت عايز حاجة ترضيني ارضى عن قضائي أرضى عنك. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا العباس بن حمزة قال حدثنا ابن أبي الحوارى قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. إذا سل العبد عن الشهوات اللي هي الرغبات الاختيارات، أصبح لا اختيار له، يبقى خلاص راضي. يعني لما يجي مثلا واحد يسألك أنت عايز إيه دلوقتي؟ تقعد تفكر كده ما تلاقيش حاجة تقولها، تبقى راضي عن كل حاجة خلاص، تبقى راضي. لكن لما يقولك انت عايز دلوقتي عايز وعايز وعايز، ده انت بقى شغلانة، ده عنده بقى ايه تطلعات كثيرة، في اختيارات كثيرة، يبقى لسه ما دخلش بمقام الرضا، لانه محتاج الحاجات دي عشان يرضى. يقولك عايز كذا وكذا وكذا، ده لسه عشان يرضى، ده قدامه مشاوير. فهمت ازاي؟ فاذا سل العبد عن الشهوات اي انصرف عن اختياراته لنفسه، واخد بالك، يعني تخلص منها الى اختيار الله، فهو راض. وسمعته يقول سمعت النصر باذي يقول من اراد ان يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. لو انت عايز تبقى في محل الرضا شوف ربك يرضى عن ايه وخليك ملازم في كل ما يرضي الله، لازم هتبص تلاقي الرضا ينزل عليك. انما هتبقى في سخط الله ازاي؟ ازاي الرضا ينزل عليك وانت في سخط الله؟ يبقى عليك ان الا يفقدك حيث امرك والا يجدك حيث نهاك. وقال محمد ابن خفيف الرضا على قسمين، رضا به اللي هو يتفاوت في كل اللي يتفق في كل المسلمين، رضيت بالله ربا، ورضا عنه اي عن قضائه. فالرضا به ان يرضاه مدبرا، وعشان كده الرسول قال ربا، ما قالش رضيت بالله إلها او معبودة، مع انها برضه معاني صحيحة، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب، يقول ربا، والرب هو المدبر، الرب هو المدبر، مش كده برضه؟ هو اللي بيدبر الامر. يعني رضيت بالله مدبرا، رضيت بالله قاضيا وامرا في الاكوان، حاكما علي وعلى غيري، يا دي معنى الربوبية. ورضى عنه أي فيما إيه أقامه فيه وأقام غيره. فالرضا به أن يرضاه مدبرا، والرضا عنه فيما يقضي يعني في القضاء. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول طريق السالكين أطول، وهو طريق الرياضة. ما احنا قلنا إن فيه يبدأ كسبا
للسالك، السالك اللي هو ايه؟ أهل الإرادة، يروض نفسه حتى تصل إلى مقام الرضا، فيحتاج بقى أنه يمر بمقام اليقظة فالعظة فالتفكر فالتدبر فالتوبة فمخالفة النفس. شغلانة طويلة قوي، ده مشوار طويل قوي. وبعدين فين؟ وبعد كده ما يوصل لمقام الصبر، وبعدين فين يقضي مقام الصبر ويخلصه؟ يدوب يشرف على مقام التوكل، وبعدين التوكل يأخذيه إلى الثقة بالله، وبعدين الثقة بالله توصله للرضا. يعني ده قدامه مشاوير طويلة، مشواره طويل ده، اللي هم أهل السلوك دول. طريق السالكين أطول، وهو طريق الرياضة، وطريق الخواص أقرب لكنه أشق، وهو أن يكون عملك بالرضا ورضاك بالقضاء. الأقرب أنك أنت بتدي على طول ارضى بيه وارضى عنه، وارضى برضا، ارضى به ربا وارضى عنه قاضيا، وارضى برضاه بترك الاختيار. تبقى أنت خلاص بقى عديت كل المقامات دي، نطيت قفزت قفزة. فهمت ازاي؟ بقى ده طريق أقصر. وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا إخراج الكراهية من القلب، إنك أنت تكره أحكام الله فيما أقامك فيه، تخرجها دي. وقال رويم: الرضا أن لو جعل الله جهنم على يمينه مسأل أن يحولها إلى يساره، لأنه هو راضي باختيار الله أولا، فحتى لو اختاروا من أهل جهنم هتبقى جهنم عنده نعمة جنة. لأن أنا قلت لك قبل كده إن أهل النار معذبون في النار لحجابهم، لو كشف لهم أنه إرادة الله فيهم أن يكونوا أهلا لقهره لصارت جهنم عندهم جنة. فهمت إزاي؟ لاستعذبوا العذاب، ولكن الله أراد لهم أن يذوقوا العذاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجبوا عن ربهم عذبوا بأي شيء ولو بالحجاب. فهمت بقى المعنى؟ ربنا أراد كده، أراد لهم كده علشان إيه؟ يضاعفوا لهم العذاب. مش ربنا بيقول يضاعفوا لهم العذاب؟ أهو الاثنين اللي أنت بتقول، لأن ربنا أراد لهم كده. لكن أراد أن يكشف لأهل الجنة مراده منهم، فرضوا عن الله حتى في تعذيب أهل العذاب. ليه؟ لقرابة أهل العذاب بأهل الجنة. ما ممكن يبقوا أهل الجنة مش المسلمين، مش بني آدم دول كلهم مش إخوة؟ طب وأنت في الجنة هتبقى ليك أخ في النار، تبقى مبسوط؟ مش هتبقى مبسوط. لكن لما تعرف إن دي إرادة ربك فترضى بقضاء الله، يبقى أخوك في النار وأنت قاعد مبسوط برضه في الجنة، مفيش في قلبك حاجة. ليه؟ لأن أنت مش محجوب، شايف إن قدر الله هو أحسن حاجة. لأن أهل الجنة جعلهم محل جماله، وأهل النار جعلهم محل جلاله. فهمت المسألة؟ فلما علمت أن الله جميل جليل رضيت بالله على كل حال، فإذا ظهر بالجلال رضيت به، وإذا ظهر بالجمال رضيت به. وجعل أهل النار بحجابه عنهم لظهور جلاله فيهم، فأراد منهم ظهور جلاله فيهم. فهمت المسألة؟ فهي دي الحقيقة. وعلشان كده قال: لو جعل الله جهنم على يمينه، لو قلنا جهنم المقصودة هي فعلا جهنم، وده افتراض بعيد، لأن ربنا مش هيجعل جهنم اللي هي نار الخلد دي لأهل رضا أصلا، لكن هو بيحاول يبين لك بالمثال. قال: لو جعل الله جهنم على يمينه وهو من أهل الرضا لتحولت جهنم دي إلى جنة عنده، ما سأل أن يحولها إلى يساره لكمال خروجه من اختياره إلى اختيار مولاه. وممكن تقول جهنم هنا هي نار الشهوة ونار المعصية، ممكن تعبر عنها كده وتعبر عنها كده، كل حسب برضو شربه، كل على حسب شربه تمشي. لأن هنا بيتكلم على جهنم بتاعة الآخرة، وفي الآخرة مفيش سؤال، خلاص بقى انقضى الأمر، قضي الأمر، والسؤال هو العبادة، والعبادة تكليفية ولا تكليف في هذه المرحلة. فهمت المسألة؟ بس. وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا إخراج الكراهية من القلب حتى لا يكون فيه إلا فرح وسرور.
طالما انت مع مولاك، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ يبقى كل الفرح والسرور طالما انت مع الله. وقال الوسطي: استعمل الربا جهدك ولا تدع الربا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. زي ما قلت لك ان كل مقام موصل الى الله له لذة وله نشوة وله حلاوة. قد ينشغل الناس بنشوة هذا المقام وحلاوته عن ما عن الله نفسه سبحانه وتعالى. فبيقول لك اوعى بقى يكون الرضا نفسه يبقى حجاب ليك كمان. ليه؟ من استلذاذك بالرضا فيصير حجابا لك. استعمل الرضا جهدك، يعني استعمله موصلا الى مرضات الله، لا لتحصيل اللذة لنفسك بل لتحصيل رضا الله. ولا تدع الرضا يستعملك، يستعملك يعني يستعملك انت من اجل تحصيله لذاته بل لله، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالب. واهل الخصوص لا يحجبهم عن الله حاجب، لا مقام ولا حال ولا حاجة، خلاص دول اهل الخصوص. لكن ممكن السالك لانه لسه مش فاهم ممكن يحجب بايه؟ زي انت ما يبقى طفل كده مسافر، واخد بالك، ورايح مثلا اسكندرية، وبعدين واقف في الريست اللي هي الاستراحة، يلاقي المراجيح ويلاقي بتاع، يبقى مش عايز الاتوبيس يمشي، هو عايز يتمرجح وعايز يشرب حاجة ساعة ويلعب باللعب اللي هناك ويتفرج في المحل ده وياكل من الفاكهة دي، عايز بقى خلاص مش عايز الاتوبيس. يا رب ما يقوم الاتوبيس، يا رب ما يقوم الاتوبيس، مش يعني حتى لو تأخر. ليه؟ لانه انشغل ايه؟ بالهدايا وانشغل بالحاجات دي. زي برضو السالك في طريقه الى الله، اول ما ربنا يبين له بعض الحاجات الحلوة كده عشان يسليه بها حتى يصل اليه، يقوم يفتكر ان هي دي كل حاجة، يقوم يقعد ينشغل بيها بقى. شاف رؤية حلوة، بقى من اهل الكشف، بقى من اهل الخصوص، بقى الناس تخش عليه كده يا سلام، ربنا يخبره عما في قلوبهم، يبقى راجل بقى والي ايه الحلاوة دي، والناس التفت حواليه وبقى خلاص انشغل بقى بما اقام الله فيه ونسي مقصوده. ده طفل، ده طفل، ده مش من اهل، مش من اهل الولاية الحقة، فيقوم يحجب عن مقصوده الاصل. لكن الرزين بقى اللي الناضج يبقى قاعد في الريست ولا بيبص ولا بيلتفت، ولا يلتفت. وعشان كده الرسول بيقول اعطوا الطريق حقها، غضوا البصر، الطريق الى الله، تغض بصرك عن كل المقامات والاحوال. فهمت ازاي؟ لان النبي قد يكون بيتكلم على الطريق الى الله كما يكون يتكلم على الطريق في الحس، فكأن الطريق في الحس تغض بصرك عن زينة الدنيا حتى لا تتلهى عن مقصودك في دنياك، كذلك الطريق الى الله تغض بصرك عن كل مقام يفتحه لك وعن كل حال يتجلى به عليك حتى يكون مقصودك هو الوصول الى الله. وكف الاذى، يعني تكف نفسك عن انك انت تستلذ بغيره وان تتنعم بغيره. فهمت ازاي؟ وكف الاذى واماطة الاذى وتميت الاذى عن الطريق الموصل الى الله بكف نفسك عن شهواتها وعيوبها، فهي اذى تمنعك من الوصول الى الله. يبقى كل دي احاديث النبي عميقه، ما تاخدهاش يعني ما تبقاش تلميذ صغير زي اللي بيسمع الحديث في ابتدائي هو اللي بيسمعه هو في الجامعه. لا، ده كلام النبي عميق، بيدي لكل واحد في فتره من عمره الغذاء بتاعه بنفس اللفظ، وكله ياخذ العمق منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعظمه ما اتاه الله من فصاحه خاطب كل المقامات بألفاظ صريحة واضحة، كل يأخذ منها حسب مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن هذا الكلام الذي قاله الوسطي شيء عظيم، وفيه تنبيه على مقطعة للقوم خفية، اللي هي انشغال القوم ايه بما يفتح الله لهم من امور في اثناء الوصول اليه. زي الطريق كده الموصل وانت رايح العمره مثلا، بتلاقي كل شويه استراحه تنزل فيها ويقدموا لك وجبات ويقدموا لك اكل ويجيبوا لك ميه ساقعه، وتلاقي حته تتوضى فيها وحته تستريح فيها وحته مكيفه. طب انت اول ما توصل للاستراحات دي عايز تقعد فيها ولا مستعجل بقى عايز تركب علشان تروح بقى تزور النبي وتروح تطوف حوالين الكعبه
وعايز، فهمت ازاي؟ ولا هتنشغل انت بالاستراحات اللي في السكه؟ اهو بالظبط كده، اللي بينشغل بقى بما يفتحه الله له من مقامات وحاجات من دي، اهو ده زي اللي رايح العمره فراح اول استراحه عجبته هناك عند العقبه، واخد بالك، وقف، وما ادراك ما العقبه، واخد بالك ازاي؟ فيروح قاعد هناك في العقبه، كل الناس راحت طافت وزارت النبي وهو قاعد مشغول لسه، واخد بالك، في الاستراحه بتاعت العقبه، اهي دي نفس القصه. فلازم ايه؟ يبقى مقصودك معروف وماشي، انت مقصدك هو الله، مش مقصدك انك انت تبقى من اهل الخصوص، ولا مقصدك ان ربنا سبحانه وتعالى يديك الرؤى، ولا مقصدك ان ربنا يجعلك من اهل الكشف، ولا مقصدك ان الناس تلتف حولك، ولا مقصدك تجمع الدنيا، ولا مقصدك حاجه الا ربك هو ده. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول في الحكم ايه؟ ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فاللي فقد ربه ووجد الدنيا بحالها فلا تساوي عند الله جناح بعوضه، كانه ما وجدش حاجه، واخد بالك. واعلم ان هذا الكلام الذي قاله الوسطي شيء عظيم، وفيه تنبيه على مقطعة للقوم خفية، فان السكون عندهم الى الاحوال حجاب عن محول الاحوال، فاذا استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شهود حقه، عن شهود حق مولاه في الحال اللي اقامك فيه. هو اقامك في حال كريم، يبقى حق الشكر ولا الانشغال بالنعمة على المنعم؟ فهمت ازاي؟ يبقى حق الشكر بقى، يبقى القيام بحق الشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم، يروح نقلك لحال اعلى. فهمت ازاي؟ ولقد قال الوسطي ايضا اياكم واستحلاء الطاعات فانها سموم قاتله. هو حقها فانه، لان بيتكلم على استحلاء الطاعه، مش الطاعه ذاتها، ده استحلاء الطاعه هي اللي سموم. فانه اي استحلاء الطاعات سموم قاتله، مش الطاعه ذاتها، استحلاء الطاعه. وعشان كده بيقول ايه؟ وراعيها وهي في الاعمال سائمه، وان هي استحلت المرعى فلا تسمي. مش كده برضو؟ عشان كده لما تختار في الطاعات اختار الطاعات الاقوى على النفس، لان هي دي اللي تقربك الى ربك اسرع، لكن ما تختارش الطاعات المريحه للنفس، والا يبقى انت بتقوي نفسك واصبحت بتختار الطاعه للذه نفسك لا لرضا مولاك. وقال ابن خفيف الرضا سكون القلب الى احكامه وموافقه القلب بما رضي الله به واختاره له. يبقى الرضا سكون القلب الى احكامه التي وقعت يسكن يعني في الحال، وموافقة القلب الى اختياره في الاستقبال. يبقى بيتكلم على الحال والاستقبال، انك انت في الحال راضي موافق، وفي الاستقبال خارج عن اختيارك لاختياره. وسئلت رابعه العدويه متى يكون العبد راضيا؟ فقالت اذا سرته المصيبه كما سرته النعمه، يعني لانه نظر الى المعطي، فاذا نظر الى المعطي فاذا اعطى كده كويس، اعطى كده كويس، لانه ينظر الى المعطي لا المعطى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فاذا نظر الى المعطي سرته كل شيء، وجد العطاء في المنع والمنع في العطاء، واضح؟ وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد لا حول ولا قوه الا بالله، فقال له الجنيد قولك ذا ضيق صدر، يعني لا حول ولا قوة الا بالله دي بتقولها دليل انك انت مش طايق ما اقامك الله فيه، ده ضيق صدر. وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، انت الظاهر لسه في مقام الصبر، ده انت غلبان قوي، يعني سيدنا الجنيد عايز يقول للشبلي ده انت لسه تلميذ، ده انت لسه في مقام الصبر، لكن لو كنت في رضا القضاء ما كانش يبقى عندك ضيق صدر. فهمت ازاي؟ يعني انت لسه تلميذ، اتخرج بقى، اعلى بقى، بيرفع همته، لانه كان مسلك، سيدنا الجنيد كان مسلك، يعرف من كلام المريد المقام اللي هو فيه من كلامه. هو اللي حاول ولا قوه الا بالله، اي واحد فينا يقول يا سلام ده ذاكر، ايه الحلاوه دي؟ هو عرف منها ان هو ده في مقام الصبر لسه ما عداش على الرضا. فقال له لا، ده انت بتقول كده بقى لضيق صدرك بقضائه ومر قضائه، فاستشعرت مر قضائي فلم تصل الى محل الرضا. فهمت؟ وقال ابو سليمان الداراني الرضا ان لا تسال الله تعالى الجنه ولا تستعيذ به من النار، اي طلبا لحظوظ النفس، ولكن المساله هنا تذللا وعبوديه مطلوبه، لكن يقول هنا طلبا لحظوظ النفس، فالمفروض انك انت تتبرى من حظوظ نفسك، فاذا سالت الجنه لان الله ارادها لك، وإذا استعذت من النار لأن الله أرادك أن تستعيذ بالله من النار. ذلكم الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، فأراد منك أن تخاف هذا،
فأنا خفت ممن أراد أن أخافه. فهمت إزاي؟ لأنه أراد أن أخافه فخفت منه، لا منه لذاته، لإرادة الله أن أخافه، لا خوفا على نفسي منه، بل خوفا ألا أخاف مما أخافني منه. وده معنى راقي عالي. في ناس تقرا الكلام ده ما تفهمش من الجماعه الصوفيه دول، يقول لك بقى ازاي بقى، ازاي بقى ما اسالش ربنا الجنه يعني. يا اخي اقفل الكتاب يا اخي، دي عالم مش فاهمه يا اخي، ويطلع هو اللي تلميذ مش فاهم. هو طب ما هو بيسال ربنا الجنه، هو عايز يقصد هنا جنه الحظوظ. الا تسال الله جنه الحظوظ، ولكن اسال الله جنه الرضا. فهمت ازاي؟ ولا تستعذ بالله من النار، اللي هي نار الشهوه، واخد بالك ازاي؟ اللي هي نار التكليف، قصدي نار التكليف ونار التشريف. الذهب وهو تبر مليان مليان زباله وتراب، لما بيدخل النار بيطلع ايه؟ تصور انت الذهب ده وهو جوه التبر وهو جوه التراب ده بيستعيذ من النار اللي هي هتصفيه، يبقى ده عنده فهم؟ ده يبقى ده عنده فهم. يبقى انت لازم تفهم عن الله ان النار دي مصلحه، ان الابتلاء ده اللي ربنا اقامك فيه ده مصلحة، ده بيخرج منك الذهب الخالص وبيخلصك من شوائب نفسك. فيبقى بيكلمك هنا على نار الابتلاء وعلى جنة الشهوات، فتستعيذ بالله من جنة الشهوات وتطلب من الله نار الترقي اللي هو السلوك والاجتهاد مع الله، لان ده بالنسبة للنفس اللي هي أمارة بالسوء نار مش تستحملش. فهو بيتكلم على حاجة وانت بتفهم حاجة تانية فبتزعل منه، لكن لو فهمت هو بيتكلم على ايه مش هتزعل منه. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا العباس البغدادي يقول، سمعت محمد بن أحمد بن سالي يقول، سمعت سعيد بن عثمان يقول، سمعت ذنون المصري رحمه الله يقول، ثلاثة من أعلام الرضا، يعني من علامات الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. يستشعر لذة اختيار الله له وهو في شدة البلاء. يا سلام، يعني يلاقي نفسه كده وهو في عز المرض قاعد طول الليل سهران مش جاي له نوم بسبب المرض، فيلاقي نفسه طول الليل قاعد يذكر رب، يقول ياه ده انا لو كنت في العافية كنت بنام ما بفتحش عيني الا بعد شروق الشمس. شفت انا بقى لما جالي مغص صحيت طول الليل بقول يا رب يا رب يا رب يا رب. شفت اخد يستشعر لذة الذكر وهو في البلاء. فهمت ازاي؟ دي بقى معاني تانية يفهمها اهل الخصوص عن الله عز وجل. وسمعته يقول، سمعت محمد بن جعفر البغدادي يقول، سمعت اسماعيل بن محمد الصفار يقول، سمعت محمد بن يزيد المبرد يقول، قيل للحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، سيدنا الحسين، سيدنا الحسين سبط من الاسباط، يقول ابني هذا سبط من الاسباط وما زال فيه سر لا يعلمه أحد إلى الآن، يقول حسين مني وأنا من حسين، والله لم أرى أحد تكلم في هذا الحديث ووضح سر في سيدنا الحسين اللي هو بمقتضى معنى كلام النبي حسين مني وأنا من حسين. ويظل سيدنا الحسين كده مقامه سر إلى يوم القيامة حتى تفاجأوا به، واخد بالك إزاي؟ بسر هذا الحديث حسين مني وأنا من حسين. فشوف سيدنا الحسين فهمه إيه بقى، افهم. قالوا له إيه؟ إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول. أبو ذر ده صحابي عالي، فسيدنا الحسين أعلى بقى في الفهم كمان وفوق كل ذي علم عليم يا سيدي. وأما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. يبقى سيدنا أبي ذر بيتكلم على الزهد والصبر، وسيدنا الحسين بيتكلم على الرضا، والزهد والصبر مقامهم أدنى من الرضا. يبقى سيدنا أبي ذر كان في مقام الزهد والصبر وسيدنا الحسين في الرضا. افهم. نقرأ الكلام تاني. بيقول رحم سيدنا أبي ذر، بيقول: إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى، أي زهدا، والسقم أحب إلي من الصحة صبرا. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له رضا. يبقى ده بيتكلم في إيه وده بيتكلم في إيه، كل له مقامه.
وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي في إيه؟ احنا المفروض نخلص الوقت الاوامر كده الاوامر قالوا لي خلص 10 إلا 10 فهنقف. ها لا لا يزعلوا مننا يا عم لا لا ده هتعمل لنا مشكلة ده احنا محرجين علينا 10 إلا 10 الجرس هيضرب. فاحنا نكمل الرضا المرة الجاية نوضحها بعد ما خلص الدرس عشان ايه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.